زميل أحمد فؤاد، سيداتي أنساتي سادتي متتبعي مباريات المونديال الروسي عبر قنوات بي ان سبورت الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم هو اليوم الأخير في دوري المجموعات، وفي اليوم الأخير هذا اللقاء على الهواء مباشرة أمال الآسيويين على هذا الفريق، المنتخب الياباني والمنتخب البولندي. المونديال الروسي ليس جيدا بطبيعة الحال لليفاندوفسكي ورفاقه، وبالتالي هذه المباراة المنقولة لحضراتكم على الهواء مباشرة من مدينة فولغوغراد في ملعب فولغوغراد أرينا، بحضور حوالي 44,000 متفرج، وبحضور الياباني نيشينو، وبحضور البولندي نافالكا، وبحضور قائد المنتخب الياباني كواشيما في هذه المباراة المصيرية بالنسبة لليابانيين، وبالنسبة للسنغاليين، وبالنسبة للكولومبيين. كان ليفاندوفسكي ورفاقه يتمنون أن يصلون إلى هذه المرحلة وفي رصيدهم شيء من النقاط، يعني 3 نقاط 4 نقاط، على أساس أن المنتخب البولندي يكون حاضر ويتنافس مع المتنافسين لبلوغ دور 16 اللي احنا بصدده، واللي تأهلت فيه الفرق المعروفة لدى الجميع: أوروغواي البرتغال، فرنسا الأرجنتين، أسبانيا روسيا، كرواتيا، الدنمارك، المكسيك، البرازيل، السويد، سويسرا، المتأهلين طبعا انجلترا، بلجيكا في الانتظار. وبالتالي نحن ننتظر نتيجة هذه المباراة، وننتظر نتيجة مباراة السنغال كولومبيا التي تقام في نفس التوقيت ولكن في مدينة مختلفة. احنا في مدينة فولغوغراد، لكن مباراة السنغال كولومبيا في مدينة سمارا. سمارا يا سمارا، فولغوغراد حيث تقام هذه المباراة. أمال الآسيويين على اليابانيين، واليابانيين يلعبون بفرصتين الفوز والتعادل، إذ إن لليابان 4 نقاط، عندها 4 أهداف مسجلة، 3 أهداف نفس عدد النقاط والأهداف أيضا مع السنغال، 4 نقاط مسجلة، 4 في مرماها 3. الكولومبيين 3 نقاط، لكن للكولومبيين 4 أهداف في مرماهم 2. الكولومبيين داخلين المنافسة، لذلك أعتقد أنها مباراة كبيرة في نفس التوقيت الآن تجمع ما بين السنغال كولومبيا هواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت وبشكل حصري. عدا ذلك فالموضوع يعتبر بمثابة سرقة وقرصنة فقط عبر قنوات بي إن سبورت. سننتظر الصفرة الأولى لبدء هذه المباراة، صفرت حكم المباراة اليابانية مع بداية هذه المباراة، ولكن كرة المنتخب الياباني يلعب بتشكيلة مغايرة. الركنية الأولى لمصلحة المنتخب البولندي، انلعبت البولنديين راح يهاجمون، وبولندا في حالة هجوم، والكرة الخطيرة الأول ما بين هدوء المنتخب الياباني وسرباني التقدم أمامك أو على المنتخب الياباني. التقدم حولت في الجهة اليسرى مباشرة منقولة عالية جدا السابقة، وتقدم جميل حلو أيضا اللقطة لليابان الرأسية، التحول إلى خارج أرضية الملعب. حلوة اللقطة، خطيرة اللقطة كانت لمصلحة المنتخب الياباني. أوكازاكي تقدم وسجل الهدف الأول له في هذا المونديال، اللي ليفاندوفسكي سدد مصلحة المنتخب الياباني. صارت أخطر التسديدة الحاضرة من ساكاي، لكن في متناول حارس المرمى فوبيانسكي. اليابان تحقق الأهداف الجهة اليمنى، محاولة المنتخب البولندي، الكرة تحولت ولا تهلة على الإطلاق، محاولة المنتخب الياباني، لاعب المنتخب مهاجم المنتخب البولندي، لاحظ التغطية السليمة من مدافع المنتخب الياباني لمصلحة المنتخب الياباني. لعبة الكرة عالية الرأسية، تحول ولكن يتمكن منها كواشيما. أمامك حكم المباراة الزامبي السيد جانيسيكا، لأن اليابان الحافز أكبر، خطورتها أكبر، لكن أوكازاكي لاعب ليستر. يوم ما فاز ليستر وفاجأ الجميع بفوز، عندنا 2 سكاي
وعندنا محاولة المنتخب الياباني، الكرة الرأسية من مدافع المنتخب البولندي، إذن إلى ضربة ركنية لمصلحة اليابان من الماء. على العموم وصلت الكرة في الجهة اليمنى الرأسية، الله الله، هل عبرت المنتخب الياباني، الكرة يبعدها حارس المرمى فابيانسكي، أنقذها في المرحلة الأولى واللعبة الأولى، ولكن بعد ذلك استمرت محاولة 16، بعد ذلك تلاقي من، وبعد ذلك تلاقي هداف الدوري الألماني الذي يتألق من موسم إلى آخر مع بايرن ميونخ، لكنه يعجز عن تسجيل ولو هدف واحد. هو هذا اللاعب اللي عمل الفريق وتتقدم خطوات كتقدم المنتخب الياباني، والاسترتدي شيء لا قميص ولا شيء آخر، بضربة أمامك لعبت الكرة عالية. يتغير أداء الفرق الكبيرة مثلا بدءا من الدور القادم، اللعبة سريعة بالفعل، ولكن خروج حارس المرتد السريع، الباص جميل، لكن لاحظ توقيت حلوة موتو يسيطر عليها، ومحاولات اليابان، مرور لاعب المنتخب لاعبتين، لاحظ المحاولة اليابانية ومدافع المنتخب، الفرحة كبيرة لهذا اللاعب لا زالت مستمرة. الدربكة أمام مرمى المنتخب البولندي، السعودية غادرت، استراليا غادرت، كوريا غادرت، إيران غادرت، تراجع ياباني، تقدم بولندي، الكرة لعبت، جول بدنارك، المدافع يتقدم للمنتخب البولندي بالهدف الأول. شوف الآن، لاحظ الآن أمامنا 31 دقيقة، اليابان وقد تلقت الهدف الأول، الضربة الحرة المباشرة لبولندا، لاحظ معي الكرة يما لعبت ووصلت إلى المدافع المتقدم اللي تابع في هذه اللقطة بيدنارك.